هو فعلا في كرتون بيتنبأ بالمستقبل وكان عارف حكاية جدري القرود دي من قبل ما تيجي، ولا كل ده تهيؤات؟ تعال معايا كده أوضح لك حكاية مسلسل رسوم متحركة العالم كله بيترعب منه. كورونا ورئاسة دونالد ترامب وكوارث الغواصات والساعات الذكية، كل دي يا سيدي أحداث يقال إن مسلسل كرتوني اسمه The Simpsons، سلسلة حلقات طويلة يمكن أكتر من 700 حلقة. الغريب بقى يا سيدي في الكرتون ده إن كل ما تحصل حاجة كبيرة في العالم يرجعوا للكرتون يلاقوه متكلم عنها. ده حتى لما انسحب جو بايدن من الانتخابات الرئاسية وتقدمت كامالا هاريس للرئاسة، لقوا ان الكرتون كان متكلم في حلقة عن النقطة دي سنة 2000. حتى في الامراض الكرتون توقع كورونا، وحاليا منتشر على السوشيال ميديا لقطات من حلقة عن جدري القرود اتذاعت سنة 2003. الغريب بقى ان الجدري منتشر حاليا، يعني كده هم توقعوا كمان المرض ده. انا بقى عملت راسي براس الكرتون ده ودخلت اتفرج عليه عشان أتأكد بنفسي، ولقيت إن المشهد اللي البطل ظاهر فيه مع القرود ده من الموسم 25 سنة 2013. هتقولي طب أهو اتنبأ فعلا بالمستقبل. الحلقة والمشهد ما كانش ليهم علاقة أصلا بالمرض، وكان يا سيدي مشهد عادي جدا وهو بيضايق القرود في القفص. وباقي بقى المشاهد اللي انتشرت بشكل الجدري على جسمهم كانت من الموسم 17 سنة 2005. وخلي بالك وقتها الحلقة كانت عن جدري المية مش القرود، يعني المرة دي ما طلعوش تنبأوا بحاجة. لكن الباقي بقى كان ايه اللي بيحصل وازاي بيعرفوا الاحداث قبلها بسنين؟ مات سليمان يا سيدي واحد من ضمن المؤلفين، قال ان هم بيحاولوا يتوقعوا على قد ما يقدروا، وعشان كده هم جايبين ناس خريجين كليات رياضيه وفلك ومشغلينهم معاهم يا سيدي من ضمن ورشه التاليف، عشان لو حد توقع حاجه عن المستقبل يكتبوا عنها. وان مش دايما يعني بتظبط معاهم الحقيقه، بس في نفس الوقت سبب نجاحهم التوقعات الصح اللي بيعملوها، عشان كده رفضوا يقولوا سرهم بشكل واضح. تفتكروا انتوا بقى المسلسل ده وراء إن إحنا ما نعرفهاش، ولا الحكاية كلها صدف في صدف؟ في الحالتين يا سيدي اعمل شير عشان تمنع ظهور أي شائعة تسمعها أو تشوفها، واستنونا في حلقة جديدة من تصحيح شائعات.